في اليوم 27 من يونيو 2013 صب خطاب محمد مرسي الذي ألقاه مساء 26 من يونيو البنزين على النار الموقدة في الشوارع. حديث مرسي الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام خطاب 156 دقيقة اتهم فيه عدة جهات بالعمل على إفشال حكمه ونصب الفخاخ لإدارته. توالت ردود الفعل الغاضبة للمعارضة السياسية، وأبرزت الصحف ردود فعل المتظاهرين في ميدان تحرير وقت الخطاب، حيث رفع المحتجون الأحذية أمام الشاشات مطالبين بإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وفي اليوم نفسه دفعت أزمة نقص الوقود المواطنين المصريين إلى التدافع أمام محطات الوقود بسبب نقص السولر والبنزين، وزاد من حدة الأزمة خوف الشارع من السيناريو الغامض لمآلات تظاهرات 30 من يونيو. وفي مناطق عدة في القاهرة والمحافظات تصاعدت الاشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء بسبب أولوية الانتظار في طوابير محطات الوقود. وفي القليوبية قطع المزارعون الطرق احتجاجاً على غياب السولر، وهدد السائقون في محافظة دمياط بالإضراب. وفي الإسماعيلية رفع المواطنون وأصحاب السيارات البطاقة الحمراء للرئيس محمد مرسي، ونظموا تظاهرات تطالب برحيله، وكتبوا شعارات ارحل والشعب يريد إسقاط النظام على لافتات رفعها المتظاهرون في الشوارع. وألقى مسؤولون في وزارة البترول باللائمة على جماعة الإخوان واتهموها بتسييس أزمة نقص الوقود للتأثير في الأحداث المرتقبة في 30 من يونيو. في الوقت نفسه بدأ الجيش المصري عملية انتشار واسعة في عموم البلاد تحسباً لأي انفلات أمني مع اقتراب موعد تظاهرات 30 من يونيو الداعية إلى إسقاط مرسي وشرعيته.